مع حكواتي السوريالي مع عمكم أبو فاكر. خليكم معنا. يسعد لي أوقاتكم أخواتي الغوالي، ربي يجعل أيامكم خير وأمان وهداوة بال. هلأ بعرف إنه إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع، بس إنه بنفس الوقت الواحد بيطلب الكتير ليحصل على القليل، بعدين ما في شي كتير على رب العالمين. إن شاء الله بيهدى بالنا وبنرجع لرواقنا وأماننا وفرحنا. قولوا آمين. اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، رح نحكي عن بكرة أحلى مبارح. اليوم وبكرة بدنا نخبرك يا بلدي عن حضن الململم، كلمات من سنين، عن دموع صباوات ندهت لك كلمة حرية. وبعد مثل أحزان انجمعت كل الألوان لتشرب شمسك سوريالي لسوريا الإنسان. سوريالي سوريانا، سوريا إلنا كلنا، سوريالي سوريانك، انتو اللي قادرين تغيروا، انتو ولاد البلد. ايه اخواتي، بعد وفاة أبو سامر الله يرحمه رفع أخوه إبراهيم دعوة قضائية مشان ياخذ حضانة ولاد أخوه، لأنه ما بيقبل أنه يتربوا ببيت حدا غير أخوه. مع أنه نجاة أم سامر أكدت له أكثر من مرة أنه هي ما حتتجوز وبدها تبقى بالبيت عم تربي الولاد، بس هو ما اقتنع. كيف يعني بدك تبقي بدون جواز وأنت لساتك صبية بعز شبابك؟ حرام تعملي هيك بحالك. روحي اختي رجعي على الامارات، كملي شغلك وعيشي حياتك هنيك، نحن ما عنا مانع. بس ولادنا بيرجعوا لعنا بيتربوا مثل ما ابوهم تربى ببيت العيلة، البيت المفتوح لكل ولاد العيلة. طيب انا ما في كمان اقعد فيه؟ يعني برجع على البلد انا والولاد ومنسكن ببيت العيلة عندكن وبيكبروا قدام عيونكن وانا ما بنحرم منن؟ ام رد عليها: استغفر الله يا اختي، مين قالك انه بدنا نحرمك منهم؟ هدول ولادك وبعمرنا ما بنحرمك منهم، بس انتي بتلاقيها مناسبة تسكني ببيت فيه شباب عزابية وانتي صبية وارملة؟ مو واردة اختي. خلص خلينا ماشيين مثل العادات تبعيتنا، انتي الله ييسر لك امورك، رجعي سافري وكملي شغلك، وان شاء الله بتلاقي ابن الحلال يلي بسر قلبك. المحامية اكدت لها انه قضيتها ربحانة 100% طالما ما تجوزت وطالما بتقدر تصرف عليهم، بس أكيد بدها تبقى بالبلد، ما فيها تسافر إذا عمهم مانو موافق، لأنه من حقهم كأهل الوالد أنهم يطلبوا أنه أولاد المرحوم ما يسافروا ويربوا برات البلد. بس إذا بالتراضي اتفقت معهم فممكن ترجع تسافر وتعيش ببيتها هي وولادها. بالتراضي؟ شلون بدها تقنعهم بالتراضي إذا هن معندين ومو رضيانين أنه يسمحوا لهم يسافروا؟ مشان هيك حسمت أمرها وبعتت استقالتها للشركة اللي كانت تشتغل فيها، ووكلت رفيقتها وزوجها انهم يتصرفوا بالبيت والعفش تبعهم يلي هنيك، وبقيت بالبلد. طبعا بقيت ببيت اهلها، لانه مو معقول ارملة وصبية تسكن لحالها. شو بدهم يحكوا الناس علينا؟ ما عندها اهل يديروا بالهم عليها؟ فقعدت هي وولادها سامر وسمير بغرفتها القديمة، خاصة انه اختها تجوزت وصارت الغرفة فاضية. صحيح أخوها كان حاطط عينه على الغرفة مشان يتجوز فيها لأنه البيت اللي موعود يستلمه شكله مطول، بس ماشي بتبقى أختنا ونحن ملزمين فيها ومو معقول تسكن لحالها. مرت أول سنة بطلوع الروح، لأنه غير أنه أخواتها لنجاة صاروا مثل كاميرات المراقبة عليها، وإن راحت إمتى رجعت شو كانت لابسة وقت اللي طلعت. البيت كان صغير، ولدين بقلب هالزحمة هي حيخلقوا مشاكل ووجع راس كتير لأمهم يلي ما بتقبل إنه حدا يعمل أب عليهم ويربيهم. خلاص أبوهم الله يرحمه، أنا بدي كمل تربايتهم مثل ما كنا متفقين. طبعا هذا غير تدخلات عمهم وبيت جدهم أهل المرحوم يلي لازم كل أسبوع يمضوا خميس وجمعة عندهم، غير زيارة أو زيارتين بنص الأسبوع مشان الاطمئنان وجلب الهدايا يلي هلكت نجاته هي تقنعهم انه كتر الهدايا والدلال ممكن ينزع تربية الولد ويخليه يصير مشطوط وما يقدر قيمة النعمة ولا يفهم الحياة، ويصير يفكر انه كل شي بده اياه بيحصل عليه. فبيكون الرد انه جاي تعلمينا اصول التربية؟ هيك ربينا ابوهم وما شاء الله عليه طلع رجال بياخد العقل، ولا ما كانت عاجبتك اخلاق المرحوم وتربايته؟
فطبعا كانت تسكت وما تعرف شو ممكن ترد وتتحمل الوضع كرمال ما تصير أي خناقة معهم، ويرجع موال أخذ الأولاد لبيت العيلة الكبير. بس للأسف السنة الثانية ما كانت مثل الأولى. اتوفى أبوها لنجاة يلي كان داير باله عليها هي وولادها، واقف بوش تدخلات أخواتها فيها. أخوها لنجاة يلي خاطب من 5 سنين صار لازم يتجوز، والحل برأيه هو بالغرفة يلي فيها نجاة وولادها، يلي بنظره صاروا عائق بوش سعادته وهنائه. فتواصل مع ابن حماها لأخته يلي استغل الفرصة فورا وعرض على الأخ أنه يشتري منهم البيت يلي هنن فيه ويعطيه بداله بيتين صغار بالبناية يلي عم يعمره. والله معكن حق، شي بيقهر. مشان هيك حناخد فاصل صغير نهدي أعصابنا ونرجع لكم، انطرونا ما منتأخر. أنا من هون من المشوار الواصل بيني وبين الكون، من السهول بتعطي غلات وتمهيدات، بتعطي للعالم جبهات، بتعطي للأغرس كلمات. لو تسأل عن سر الدنيا بقلك هون بقلك هون، أنا من هون اخواتي. رجعت لكم مع حكاية نجاة يلي قررت انها تترك شغلها بالامارات وتبقى بالبلد مشان تبقى جنب ولادها يلي ممكن السفر يحرمها منهم لانه عمهم بده ياخدهم يربوا ببيت العيلة الكبير. بقيت بالبلد وعاشت عند اهلها يلي بلشوا شوي يضايقوها اول شي بحركاتها وتحركاتها، بعدين كمل اخوها بعد وفاة ابوها وعمل حصر قرص واجبرهم يبيعوا البيت مشان يقدر يشتري بيت صغير. بهالوقت كان العم راجع رافع قضية حضانة ولاد أخوه بحجة أنه المسكن يلي هنن فيه غير مناسب وأنه الأم غير قادرة على تحمل نفقاتهم. ومع شوية معارف ونفوذ حكمت المحكمة للعم بحق الحضانة وسمحت للأم أنها تزورهم إمتى ما بدها. بس ما دائما كانوا بيت أهله للمرحوم يخلوها تجي، شي مشغولين شي مفاضيين شي بدهم يسافروا على لبنان. وهيك شوي شوي بلشت تنحرم من ولادها، بالإضافة لكتير من المضايقات المالية والحياتية اللي عم تتعرض لها من إخواتها. مشان هيك وقت رجعت الشركة اللي كانت تشتغل فيها بالإمارات بعتت لها عرض عمل جديد، قبلته فورا وسافرت على الإمارات. رجعت تكمل حياتها بس ما قدرت تتجوز ولا قدرت تمشي بحياتها بشكل كامل. كانت بس عم تشتغل وتلم مصاري لتقدر تشتري بيت بسوريا، بيت يجمع مع ولادها بس يصيروا بالسن القانوني. ولادها يلي كل صيفية بتهلك وهي عم تتناقش مع عمهم حتى يزبطوا وقت مناسب مشان تجي وتشوفهم ويقبل انه يزوروا عندها كم يوم. مشان هيك كانت تمر سنة ما تنزل وسنة تنزل، وتستغل الوقت يلي ما تنزل فيه مشان تشتغل إضافي وتجمع مصاري أكتر. هيك حتى قدرت انها تشتري بيت على العظم، وكلت جوز رفيقتها انه يشرف على إكسائه، وصارت تساوي مثل ما بيحبوه ولادها. يعني سامر بحب اللون الأزرق، فعملت له غرفة فيها لون أزرق بالفرش والسقف. سمير بحب الضوء كتير، فعملت له غرفته شبابيكة كبار. هيك حاولت تعمل بيت على ذوق ولادها مشان لما يسكنوا سوا يكونوا مرتاحين ومستقرين. ومع كل حدا نازل من الإمارات لسوريا كانت تبعت أغراض، تياب، شراشف، كرسي شكله مميز، طاولة بيتغير شكلها،
يعني وهي عم تفتل بالسواق والمولات، كل ما كانت تلاقي شغلة مميزة بتلفت النظر ممكن يحبوها أولادها، كانت فوراً تشتريها وتبعتها مشان تنحط بالبيت يلي صار جاهز، وبقيان بس إنه تمضح السنة ويخلص سامر البكالوريا ويصير 18 مشان تمشي بمعاملة رفع الحضانة عنه وتقدم استقالتها وترجع تعيش معه سنتين لبينما يصير سمير 18 وتقدر كمان ترفع وصاية عمه عنه ويعيشوا كلياتهم سوا. بس سامر كان عنده رأي تاني، إنه مو معقول يترك أخوه ببيت عمه ويرجع هو يسكن مع أمه، فاقترح إنه يتأجل الموضوع سنة تاني، أساساً هو بعد البكالوريا ممكن يدرس جامعة بغير مدينة. الأم ما كانت مصدقة إمتى يجي الوقت لتضم ابنها لصدرها ببيت واحد، بس مع ذلك قبلت على مدد اقتراح سامر لأن لقته منطقي مشان ما يجرحوا مشاعر سمير ويعيشوا الأخوة مفرقين كل مين ببيت. ومع تفاقم الأحداث والاضطرابات والمظاهرات والعمليات النوعية والتحرير والتطهير، صارت نجاة عم تفكر شو ممكن يصير. أولادها شباب، معقول يصير لهم شيء قبل ما يجتمعوا؟ فقررت أنه خلص ما عاد بدها، وكلت محامية ورفعت دعوة وشالت حضانة العم عن سامر وحجزت بالطيارة مشان تنزل وانقصف البيت. للأسف كانت البناية واقفة بوش تحقيق نصر عسكري للقوات النظامية يلي بدها تلقي القبض على بعض الإرهابيين المتواجدين في تلك المنطقة وعم يروعوا أهاليها، فكان خيارهم الأفضل أنه ينسفوا الصف الأول من البنايات حتى يقدروا يكشفوا المنطقة كلها. وتابعت القوات النظامية بنسف الصف الثاني ومن ثم الثالث حتى نسفت المنطقة كلها. أما نجاة فوصلت على الشام ما لقيت بيت ولا أغراض ولا مكان يجمعها هي وولادها. قعدت بأوتيل فترة لتفكر شو ممكن تعمل. لقيت أنه الحل المنطقي إنها ترجع على الإمارات وتحاول تعمل فيزا لسامر وبعدها لسمير حتى يجتمعوا سوا هنيك. وهلأ هي عم تقدم الطلب رقم 8 للحصول على فيزا حتى تجيب سمير. سامر الحمد لله صار عنده، بس سمير يلي صار عمره 19 سنة وخلص من الوصاية ما عم يقدر يسافر لعنده. سامر المطلوب للعسكرية مستحيل ينزل على سوريا، والأم عايشة مع ولد وناطرة يوصل التاني، على الأمل عم تكمل حياتها يلي عاشتها كلها متمسكة بهذا الأمل، أمل إنه يرجعوا يسكنوا سوا ببيت واحد، بيت العيلة الحقيقي، عيلتهم هني. رجعي يا هوا رجعي يا زهرة المساكين، رجعي يا هوا على دار الهوى على نار الهوى رجعي. الله يضيع لك تعب ولا حلم يا أختي نجاة، وإن شاء الله بترجعي بتخبريني إنه صرتوا ثلاثتكم مجموعين ببيتكم، بيت العيلة الحقيقي. وأنا هلأ بعد إذنكم صار لازم أروح، بشوفكم الأسبوع الجاي إذا ما صرنا شيء. استودعناكم. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2014. عم تسمع راديو سوريالي.